نتمكن من إقامة حكومة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم، حكومة واحدة. كيف نتمكن من هذا الشيء؟ حتى نبني بناء شامخا عالميا إسلاميا ذات حكومة واحدة. كيف نتمكن من بناء حكومة 1,000,000,000 مسلم؟ بأمور. الأمر الأول أن نكون في كل بلد إسلامي منظمة، في البحرين منظمة، في العراق منظمة، في باكستان منظمة، في مصر منظمة، في المغرب منظمة، في لبنان منظمة. وهذه المنظمات البشرية نكبرها ونلحم بعضها مع بعض وتلتحم بعضها مع بعض حتى تكون نواة صالحة لقيام هذه الحكومة. الثاني أن نعطي الوعي لهذه المنظمات وهذه الجماهير، الوعي الإسلامي، الوعي الرسالي، الوعي الحيوي، يعني نفهمهم من أنتم ولماذا خلقتم ولماذا استعبدتم وكيف تتحررون عن نير الاستعمار الغربي والشرقي ونير عملائهم في هذه المناطق الواسعة الشاسعة. الثالث تحطيم الحواجز النفسية والخارجية. الحواجز الخارجية هذه الحدود المزيفة، يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يسافروا في غير حالة اضطرارية يجعلوا القاهرة وكراتشي وبمباي وبغداد وطهران وغيرها بلد واحد، كله بلدهم. جواز ما إلى معنى، جواز كذب استعماري اختلقه المستعمرون البريطانيون والروس قبل 90 سنة حتى يقطعوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة. شاهدوا يتمكنون أكل المسلمين ككل، شايفين أحدكم فرد واحد يأكل الدجاجة ككل أو يأكل الخروف ككل، يقطعوا قطعة قطعة ثم يأكلون ويأكلون ويأكلون. فهذه خرافات استعمارية على الحدود الجغرافية، هذه تسمى بالحواجز الخارجية، يجب تحطيمها. ويجب أن نشجع المنظمات الإسلامية على تحطيم هذا الحاجز. فمن الضروري تحطيم الحواجز النفسية. الحواجز النفسية يعني شنو؟ لا ينظر العربي إلى العجمي كأجنبي، والكويتي إلى البحريني كأجنبي، والهندي إلى الباكستاني كأجنبي، لا لا أبدا، أمة واحدة. الصلاة للكل، الصوم للكل، الحج للكل، البيع للكل، الطلاق للكل، النكاح للكل، حسن الأخلاق للكل. ما معنى هذا أجنبي هذا غير أجنبي؟ يجب تحطيم هذا الحاجز في أعماق نفوسنا. أجنبي ما في المسلمين، المسلمون إخوة شاءوا أم أبوا. الأمر الرابع، نقاطع كل البضايع الأجنبية، لا نبيعهم ولا نشتري منهم، لا نعمل معهم ولا يعملون معنا، ونبدأ بأنفسنا. وهذا شيء يسير، إني أشتري العباءة المصرية وأنت تشتري النظارة الإيرانية وهو يشتري المكبرة الباكستانية مو الأمريكية مهما كانت راقية أبدا. نصنع الطائرات ونركبه، غير محتاجين إليهم، إنهم ينهبوننا لأننا محتاجون إليهم. ابدأ بنفسك وأبدأ بنفسي ويبدأ هذا بنفسه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا شيء كائن وأنه لا يمكن، وله أدلة وشواهد تاريخية في الإسلام في غير الإسلام. إني أعيش مع اقتصادي، اقتصاد الإسلامي أقصد، من طنجة إلى أقاصي إفريقيا، نقطع أملهم في هذا الشيء. إذا ما احتجنا إليهم كنا نظراءهم، كما قال علي عليه الصلاة والسلام، استغنى عن من شئت تكن نظيرة. الشيء الخامس، أن ندعو كما دعا الأنبياء في أول دعوتهم، وهي دعوة سلمية، أن تكون الدعوة للعالم الإسلامي هالتخطيط الواسع دعوة سلام كما فعله رسول الله. أن نجعل أساس دعوتنا السلم، هذا هو الشيء الذي بسببه نتمكن من أن ننمي مواهبنا وأفكارنا وشبابنا ومنظماتنا ووعينا. وهذه المنظمات تلتحم بعضها في بعض، إن جمعية أولئك من تفرقنا، إن سيطرتهم من قلة وعينا. يجب علينا أن نجعل أمرنا على القرآن. الرسول الأعظم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن.